حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. برنامج الترند من البرامج اللي كان لها تأثير إيجابي جدا على مدار أكتر من أسبوعين، وإحنا بنتكلم في ملف نهائي كأس مصر ومن هو الحكم الأقرب لإدارة هذا اللقاء، وتحديدا منذ يوم 20 فبراير. أنا فاكر التاريخ كويس جدا، لأن وقتها لما طلعت قلت يا جماعة بريرا بيفكر إزاي، وطاولة الاجتماعات في لجنة الحكام الراجل اتجاهه ايه، وتعليقات اعضاء اللجنة ايه. في التوقيت ده على فكرة كان كل الناس بتقولك لا ده امين عمر هو المرشح، وانا معلوماتي ان امين عمر خارج الحسابات تماما. ده انت لو سألت امين عمر اصلا يقولك لا انا طموحي دلوقتي ادير مباريات في كاس العالم، اروح ادير مباريات في كاس الامم. بنحاول قدر الامكان نقرب لحضراتكم الصورة، مش عايزين نبقى ترند، ومش عايزين نقول معلومة، او مش عايزين نصير البلبلة على الفاضي، لا بنحاول نتعامل ان المعلومة اللي نقولها لحضراتكم تكون مجردة من اي وجهة نظر او اي انتماء، نقول لحضراتكم معلومة بجد. الايام الحمد لله بتثبت لحضراتكم ان احنا كل كلمة هنا بنقولها بتبقى حقيقية وصادقة بنسبة 100%. انا من 20 فبراير قلت لحضراتكم محمد معروف هو الحكم الابرز لإدارة هذا اللقاء، ورحت كمان اتكلمت على حكام الفار وقلت لحضراتكم التفكير في حكام الفار ازاي، ورحت وقلت لحضراتكم كمان التقنيات اللي هيتم استخدامها في عربية الفار في مباراة الأهلي والزمالك في الرياض، وقلت لحضراتكم الناس في آسيا وفي السعودية بتطبق تقنية النصف آلي السيمي أوتوميتد، هل الناس في اتحاد الكرة وفي اللجنة عاملين حسابهم على ده ولا لأ؟ لأن هتبقى مفاجأة مدوية بالنسبة لي إن التقنية موجودة ويطلب إن بلاش، يعني خلينا نشتغل بالفيرجن اللي ممكن يطبق في الدوري المصري، ونشتغل إيه بخطوط تسلل بقى والحاجات اللي أنتوا بتشوفوها في مصر، الكلام ده مش موجود هناك. فأنا اتعاملت مع مباراة القمة على إحنا نقول معلومة صادقة لحضراتكم ونتكلم على التحضير لهذا اللقاء. ولكن كان في اتجاهين، الناس اللي ما كانتش قادرة توصل لأسماء الحكام كانت زعلانة، أنا بتكلم معاكم بصراحة، كانت زعلانة وبتقول إزاي حكم مصري، رغم هي نفس الناس اللي كانت بتقول أمين عمر هو المرشح وكانت ساكتة. أنا بس إيه عشان أكون معاكم بصراحة وبتكلم معاكم بكل صراحة، لأن لغاية اللحظة دي لو تلاحظوا مفيش مسؤول رسمي طرف في هذا اللقاء طلع قال احنا عايزين حكام اجانب، طلع قال عايزين حكام اجانب، ولكن في ناس تعاملت مع فكره الحكم الاجنبي ان هي ما قدرتش تجيب اسم الحكم فصعب عليها ان الانفراد ضاع منها، فقالت لك لا انا عايزين حكم اجنبي، عايزين حكم اجنبي. وفي طرف تاني شايف، وده في الاتحاد وهقول لكم ايه اللي حصل في الاتحاد في ال 48 ساعه اللي فاتت، في طرف تاني شايف ان المباراه بتتلعب فيها كارنفال وفيها اجواء، انا مش عايز اقول احتفاليه لان احنا بالنسبه لنا احنا رايحين نلعب بطوله والجهاز الفني عارف ان هي بطوله، ولكن احتفاليه جميله ما بين مصر والسعوديه باقامه ديربي واهم ديربي في مصر يتلعب في المملكه العربيه السعوديه. فمن هنا طب ما ليه ما نجيبش حكم اجنبي عشان ندي طابع العالميه للمباراه في كافه المجالات، انتاج تلفزيوني وتصوير واخراج وايضا كمان يبقى تحكيم. دي وجهة نظر تانية والاتحاد ميال لوجهة النظر دي. اوكي؟ ده لغاية يوم الأربع بالليل. طب إيه اللي حصل بقى في الخميس والجمعة قبل ما أجي لحضراتكم النهاردة؟ حصل حاجتين. بريرا كان مسافر بره مصر حوالي أسبوع ورجع يوم الخميس آخر النهار. حصلت اتصالات من الأستاذ جمال علام بلجنة الحكام، وكانت اللجنة ساعتها مشيت من مقر الاتحاد. الكلام ده كان حوالي الساعة 5-6. اللجنة كانت مشيت من مقر الاتحاد. طب تعالوا يا جماعة عايزين نقعد، عايزين نشوف، عايزين نجيب حكام أجانب. اللجنة كانت مشيت. فحصل اتصال ما بين الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي مع بيريرا. حضرتك تيجي من المطار على اتحاد الكورة، هنعمل اجتماع عشان نتكلم على فكرة مين الحكام اللي هتدير المباراة. بيريرا كان مستغرب. وأبدا اندهاشه. ما أنا مستقر معاكم من بدري إن حكم مصر وطاقم مصر ومحدش اعترض ومحدش قال حاجة. لكن حاضر، أوكي. راح الاتحاد وقعد مع الاستاذ وليد العطار، والاستاذ جمال علام كان مستني اعضاء اللجنه، ولكن اعضاء اللجنه خلاص كانوا مشوا فما رجعوش. والمفروض امبارح كان يبقى في اجتماع ولكن برضه ما حدش راح، على اساس طبعا ان يوم الجمعه يوم اجازه فما حدش بيحضر. الكلام مع بيريرا عايزين حكم اجنبي. بيريرا قال جمله انا تاكدت من صحتها. وهي نفس الجمله اللي قالها للحكام وقالها للجنه. قال لهم طول ما انا موجود في منصب رئيس لجنه الحكام مش هيجي حكم اجنبي. وانا متمسك بهذا القرار ولو حصل انا هقدم استقالتي. ده الكلام اللي قاله
في الجلسه اللي عملها في اتحاد الكوره. حاولت اسال هل الكلام ده حقيقي، هل بيريرا قال كده فعلا؟ اتاكدت انه قاله في الجلسه. طب سالت هل الكلام ده قاله قبل كده للحكام وللجنه؟ اتاكدت انه حصل قبل كده فعلا بشكل رسمي، والراجل بيرفض رفض قاطع ان يتم التعاقد او الاتفاق مع طاقم تحكيم اجنبي لهذا اللقاء. طرحت عليه فكره، طب ما نعمل الامر ميكس، حكم الملعب يكون طاقم اجنبي وحكم الفار يكون طاقم تحكيم مصري. يعني لغايه دلوقتي الامر ده مش مطروح، ولكن ايه الجديد النهارده؟ ان النهارده عدد من اعضاء لجنه الحكام موجودين حاليا داخل اتحاد الكوره للاستقرار بشكل نهائي على الفكره. هل هيبقى حكام اجانب ولا حكام مصريين؟ اعضاء اللجنه لغايه اللحظه دي متمسكين ان الحكام مصريين. بيريرا اتحاد الكوره بيتكلم معاه في امور مش هينفع اتكلم فيها طبعا، ولكن شايفين ان اجواء المباراه يكون حكم اجنبي. بيريرا هل هيتمسك بموقفه؟ بس لو تمسك بموقفه هل هيستقيل؟ طب الناس بصة تحت رجليها وبتتكلم على المباراه بس بتاعت يوم الجمعه، حكم مصري ولا اجنبي؟ بس بيريرا لو استقال ومشي ونفذ كلامه، مين رئيس اللجنه اللي جاي؟ هل الناس هتقبل ان ممكن يجي رئيس لجنه مصري، ولا الاتحاد هيكون عنده البلان بي ان يجيب رئيس لجنه اجنبي؟ انا واثق ان الاتحاد ما عندوش بلان بي ولا بلان ايه اساسا. فهل هيجي رئيس لجنه مصري؟ طب هل لو جه رئيس لجنه مصري ده لو بيريرا تمسك بموقفه؟ وانا لغايه دلوقتي ما اعرفش موقفه ايه النهارده، لغايه امبارح كان رافض، النهارده ما اعرفش. لكن لو ما تمسكش لو تمسك بموقفه واستقال، هل حد فكر في الخطوه اللي جايه ولا لا؟ اصل خدوا بالكم الموسم مش ماتش اهلي وزمالك بس، ده لسه الدوري طويل، ده لسه قاعدين مع بعض لغايه شهر 8 ولا 9. فالناس باصه تحت رجليها وبتتكلم على ماتش الجمعه. طب واللي جاي لو الراجل استقال، هل هيجي رئيس لجنه مصري ولا هيجي رئيس لجنه اجنبي؟ اكيد احنا بنتكلم في رئيس لجنه اجنبي، النادي الاهلي بيتكلم على تطوير المنظومه والراجل عايز يجيب طاقم مصري، فالامور فيها اختلافات عديده. طيب ايه اللي هيتم في الساعات الجايه حتى لو وافق بيريرا؟ لو وافق بيريرا على طاقم تحكيم اجنبي علاقته بالحكام هتزداد سوءا. انا بقول لكم معلومات ما ببديش وجهه نظر اطلاقا في الملف ده، لان انا هنا ما ينفعش ابدي وجهه نظر، انا لازم اخاطب حضراتكم بمعلومه. فبيريرا هتزداد علاقته بلجنه بالحكام العاملين سوءا، لان العلاقه في 48 ساعه اتغيرت 180 درجه، مش هقول 360، في ناس تطلع هي 360 درجه، ما هو 360 درجه يبقى برجع لنقطه الصفر، يبقى اتغيرت فين؟ لكن 180 درجه يبقى اتغيرت العلاقه، يعني 180 درجه تبقى اتغيرت العلاقه، 360 درجه يبقى رجعت نقطه الصفر من تاني، يبقى العلاقه ما اتغيرتش. عشان بس الناس لازم في شغل حساب المثلثات ده مهم جدا. فالعلاقه اتغيرت 180 درجه، اللي كانوا ضد بريرا كانوا فرحانين ببريرا، لدرجه ان عدد من الحكام الدوليين اللي هاجموا بريرا كانوا هيطلعوا لو تاكد حكم مصر هيدير المباراه يشيدوا ببريرا، وهيبقى في لاول مره تعاون غير طبيعي ما بين الحكام العاملين مع رئيس اللجنه الاجنبي. شوفوا تخيلوا احنا وصلنا ازاي في المرحله دي، رغم ان كانت في انتقادات عديده جدا لبريرا. هل بريرا هيستغل الحاله دي ويتمسك بالطاقم المصري عشان الحاله دي ما حصلتش قبل كده وما كانش يتوقع انها تحصل؟ ده هنشوف في الساعات اللي جايه. ولكن لو رضخ لفكره الحكم الاجنبي موقفه هيبقى ايه؟ شكله هيبقى ايه مع اللجنه والحكام ان هو تراجع في موقفه؟ ده جانب. طب الجانب الثاني، مين الطاقم الاجنبي اللي جاي؟ لغايه هذه اللحظه محدش عارف مين اللي هيجي، لان لسه في مخاطبات سواء من اللجنه او من الاتحاد، وهنا في فرق، بكره عشان حكم الفرق عشان وقت الحلقه. ولكن وانا بقى في الملف ده هطلب طلب مباشر، طاقم التحكيم الاجنبي اللي هيجي لازم يكون طاقم تحكيم بروفيشنال من الاتحاد الاوروبي. قائمه الحكام المحترفه في اوروبا فيها عدد من الحكام معروفين، اللي هيجي يدير المباراه طالما مش طاقم مصري يكون واحد منهم، واحد منهم. الناس بتقول حكم عالمي، انا بالنسبه لي الحكم العالمي يكون من قائمه الحكام المحترفه في اوروبا، وقائمه الحكام المحترفه مش كتير ومعروفين وقائمه مختصره. لو جه حكم خارج قائمه الحكام المحترفه لاداره هذا اللقاء يبقى اكننا ما عملناش حاجه، اكننا ما عملناش حاجه. هكتفي بالتفاصيل دي لغايه لما نشوف بكره المستجدات وهنشوف ايه هيحصل.